عندنا سؤال يا شيخ حضرتك، عايزين حضرتك بس تدلنا على في هنا في السعودية معانا عقد معين عايزين نعرضه على أحد المشايخ ويفتنا فيه، انصحنا بمين حضرتك؟ يعني انصحنا بحد، انصحنا بحد. أنت في أي مكان في السعودية؟ في الرياض. في الرياض عندك علماء أفاضل كثيرون جدا، عندك فضيلة الشيخ عبد الكريم الخضير وفقه الله، رجل عالم، إمام عالم، وعندك الشيخ سعد الشثري حفظه الله إمام وعالم، عندك الشيخ سعد الحميد عالم إمام عالم، عندك الرياض كلها، الشيخ الفوزان وفقه الله، الشيخ الفوزان، عدد هائل من العلماء في الرياض الله يوفقهم. الشيخ الفوزان اللي هو فيهم بالضبط؟ الشيخ صالح الفوزان الله يحفظه. يعني عندك والمفتي عندك علماء الرياض، الرياض اهل العلم، بلاد العلم، الرياض العلم الشرعي، عندك علماء كثيرون جدا وفقهم الله لكل خير. الله يبارك فيك، تفضل. الله يسلمك وياكم.